اللي اكيد هو في المقام الاول كده كده زي ما كنا بنقول برضو الاسبوع اللي فات، هي كده كده مباراه من ام ثلاث نقاط. اي نعم. أيوة. ولكن كالعاده اي لقاء بيجمع بين قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك اكيد بيكون لقاء ديربي، ولقاء يعني ملايين محبي وعشاق كرة القدم أهلوية وزملكاوية وغيرهم بيستنوه من الموسم للموسم. فالحمد لله مليون مبروك لكل حضراتكم، وإن شاء الله اللي جاي كمان حلو. مرة تانية فعلا مبروك لجمهورنا العظيم في كل مكان. واتكلمنا كتير برضو قبل القمة دي عن هذا الماتش، وفي مهم جدا زي ما كريم قال إن احنا نفوز كمان في ثلاث مباريات قبل هنا التوقف يعني الدوري. وقلنا عندنا ثقة كبيرة جدا في الفريق وفي اللعيبة، وأكدنا على أهمية الفوز في الديربي. وكريم برضو أنا سمعتك على فكرة يوم الأربعاء وأنت بتتكلم عن أهمية الديربي في العالم كله، يعني وأنت يمكن كمان ضربت أمثلة بدول كتيرة جدا، دوريات كتيرة جدا فيها يعني بتتعامل برضو مع ماتش الديربي ان هو حدث كروي عظيم جدا وكبير جدا. كمان اول امبارح زي ما احنا شفنا لاعيبه الاهلي وجهازهم الفني بجد اثبتوا ان هم يعني رجال المناسبات الكبرى زي ما بيتقال. يعني ايه برضو، خلينا نوضح ايه المناسبات الكبرى دي في الكوره. يعني في بنتكلم هنا نهائي القرن مثلا السنه اللي فاتت، تلاقي رجاله الاهلي موجوده وكسبوا البطوله الافريقيه امام الزمالك وشرفونا كالعاده، وفي نهائي البطوله كمان اللي بعدها كانوا في الموعد والمكان وكسبوا كمان كاس افريقيا مره ثانيه على حساب طبعا كايزر تشيفز وغيره وغيره من البطولات والماتشات اللي فعلا بيشرفنا فيها الاهلي. وبنتكلم هو معدن يعني متوارث، هي اجيال بتسلم بعض زي ما احنا عارفين، مش حاجه يعني وليده الصدفه. فمن حقنا اكيد ان احنا نفرح يعني عن جداره بصراحه.